بنات الأصايل لأبناء القبائل. تتقدم من وهنا رئيس الهجانة مع غلا راشد بن علي بن خليفة الرميفي، يقدم لنا غلا على المركز الأول وتسيطر بعد بداية الانطلاق، تليها في المركز الثاني وتلاحقها على ثاني المراكز اللي هي غزال سعود بن راشد بن سعيد المشايخي، ياتي ويتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث ثالث المراكز هذه طاري تعود ملكيتها لعلي بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي اللي يقدم طاري على المركز الثالث، بينما المركز الرابع رابع المراكز وهذه وصلت ريماس انطلقت هنا على المركز الرابع، يقدم ريماس اللي هو حمد بن غريب بن راشد الكتبي مع هذا الانطلاق على المركز الرابع. أما الخامسة فوصلت متعبة على المركز الخامس وسلطان بن علي بن سيف الكتبي يتقدم في هذه اللحظات على خامس المراكز. المركز السادس هذه السايحة تعود ملكيتها لزايد بن حمد بن علي العويسي، يتقدم كذلك على المركز السادس، بينما المركز السابع لمسة تعود ملكيتها لحمد بن عبد الله بن خليفة بن ياعد الحميري، والمركز الثامن هذه شعلة راشد بن سعيد بن راشد العويسي، يتقدم كذلك على المركز الثامن. وتاسع المراكز تاتي فيه العنود لسهيل بن سعيد بالذويب العامري، وعاشر المراكز هذه الظبي لحمد بن محمد بالحطم العامري. هذه العشر ذعناها في اول اذاعتها واول ندى لها، تسير بمسار الناموس وبمسار التحدي والأثارة في هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله مشاهدينا متابعينا الكرام، عودة مرة ثانية إلى المراكز الأولى بعد أن أكملنا النداء للعشرة المراكز اللي نشوف التغييرات. يا سلام، طاري غيرت إلى مقدمة الشوط، علي بن راشد بن حمد بن غدير يتقدم غايد العمليات في الفرق 11، يتقدم براشد كذلك لياتي بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع على المركز الأول. هناك رئيس الهجانة من الجانب الآخر مشاهدينا متابعينا الكرام. يا سلام، راشد بن علي بن خليفة الرميثي يقدم لنا غلا على المركز الثاني، بينما المركز الثالث ثالث المراكز متعبة لسلطان بن علي بن سيف الكتبي، يتقدم مشاهدينا الأعزاء على المركز الثالث. وهذه الرابعة اللي وصلت غزالة تعود ملكيتها سعود بن راشد بن سعيد المشايخي، يتقدم على المركز الرابع، بينما المركز الخامس ريماس وحمد بن غريب بن راشد الكتبي يقدم لنا ريماس على المركز الخامس. والمركز السادس المراكز السايحة لسعيد أو السايحة، هناك تقدمت في هذه اللحظات، نشوف التقدم من الجانب الآخر وهذه العنود سهيل بن سعيد بالذويب العامري، والسايحة زايد بن حمد بن علي العويسي يتقدم كذلك مع السايحة على المركز السابع وثامن المراكز. وهذه شعلة راشد بن سعيد بن راشد العويسي يتقدم كذلك، مقدم شعلة على هذا المركز وهو المركز الثامن. تاسع المراكز تدخلت من الجانب الآخر ووصلت في هذه اللحظات راهية قشاط بن سعيد بن مفتاح الشامسي يتقدم، وعاشر المراكز هذه لمسة لحمد بن عبد الله بن خليفة بن ياعد الحميري. هذه نتيجتنا للعشرة المراكز الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام، وعودة مرة ثانية للتنافس، إلى التغييرات، إلى الحركات الجميلة مع انحناء الميدان، وقوع الميدان على اليسار لنتجه بعد مباشرة إلى المنصة وإلى خط النهاية وإلى لحظات الفوز والناموس. الأمال كبيرة مع المشاركين، ولكن لازال الطاري علي بن راشد بن حمد بن غدير تتقدم وتقود هذا السيل من الأبكار المحليات الأصايل المهجنات عفوا الأصايل الذي تنطلق في شوطنا الرابع عشر بهذه الأسماء وهذه الشعارات العملاقة. من الجانب الآخر هذه راهية لقشاط بن سعيد بن مفتاح الشامسي يقدم راهية على المركز الأول، غيرت في الكيل
الكيلو الأخير، الكيلو الأخير، جاوز يا مجاوز وحرك يا محرك في هذا الرقص الجميل مع المركز الأول. راحت راهية، راحت، راح بنقشاط، بنقشاط، بنقشاط واليها في البطان، بنقشاط على المركز الأول، يروح مع راهية المركز الثاني، هذه العنود السيل بن سعيد بالذويب العامري، والثالثة اللي وصلت اللي هي لمسة مع بن ياعد عبد الله بن خليفة بن ياعد، ووصول هناك أيضا من هذه غند، غند العلي بن عبد الله بن عيف العام، ولكن عودة مع المركز الأول، عودة مع الانطلاق الأول. الله الله يا داها الله، راهية راهية، قشاط بن سعيد بمفتاح الشامسي ينطلق، ينطلق، ينطلق بالسلام العيناوي، آليها مغروس في الأبطان، منطلقة بالمركز الأول. حرك شوي للتوقيت، حرك حرك حرك. هذه مشاهدينا متابعينا الكرام اللي هي راهية، اللي هي راهية، وين سلاماته؟ وين مصانع الجنوب؟ الوقن، 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 القطاع الجنوبي من احد اعضاء بن قشاط، من احد اعضاء بن قشاط. راهية راهية، قشاط بن سعيد بن مفتاح الشامسي يقدم راهية بدون اوامر حتى خط النهاية بيدها وعرضها الجميل وبدون منافسة على الاطلاق. يا سلام المركز الثاني، شوف الوصول من الثاني والثالث. المركز الثاني، هذه العنود لسهيل بن سعيد بالذويب العامري. المركز الثالث وصلت فيه العاصمة لسالم بن علي بن سالم المنصوري. والمركز الرابع، المركز الرابع اللي هي قند العلي بن عبد الله ريماس، وصلت في المركز الرابع اللي هي لحمد بن غريب بن راشد الاكتبي، والخامسة اللي وصلت في غند لعلي بن عبد الله بن عيف العامري. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الأعزاء، الخمسة المراكز، ولكن هذه على شاشة التلفزيون مع مخرجنا أبو عدنان كذلك في الإعادة إفادة بالتوقيت الزمني 7:44 وجزء واحد من الثانية. تهانينا وسلاماتنا لأهالي الجنوب في هذا الصباح. قشاط بن سعيد بن مفتاح الشامسي من أعلن الفوز في هذا الشوط وقدم هذه النوعية، نوعية راهية. المركز الثاني، ثاني المراكز مشاهدينا الاعزاء، هذه اللي وصلت اللي هي العنود في توقيت زمني مقدار 7:52 وجزئين من الثانيه. مالك العنود اللي هو سهيل بن سعيد بالذويب العامري، والمركز الثالث اللي وصلت في العاصمه في توقيت زمني مشاهدينا الاعزاء 7:52 واربع اجزاء من الثانيه. تهانينا لسالم العلي بسالم بن مبارك المنصوري، تهانينا للجميع. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، ها هي الانطلاقه هنا لشوطنا الخامس عشر في مجموع الاشواط، وشوطنا الخامس عشر تمت انطلاقتي بعون من الله تعالى وتوفيقه. هذا الشوط الخاص هنا بايضا القعدان، المحليات الأصايل لأيضا بناء القبائل في هذه الانطلاقات الجميلة. نتابع الصدارة، نتابع المقدمة، نتابع جزيل أحمد بن يمعة بن سعيد العميمي على